السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ وكل سنة وانتم طيبين. معاكم منوعات دودو إبراهيم. هنعمل النهاردة البطاطا بالكريم كراميل، مش هتكلفنا حاجة، أولادك هيحبوا طعمها اللذيذ، جميلة جدا وتغيير. نجيب البطاطا بتاعتنا ونقشرها، وطبعا بنغسلها كويس، وتعمل الكمية اللي انت حباها. حابة تعملي اكتر من 4 وحدات او 5 او 6، اعملي تبع الحجم اللي انت عايزاه والكمية اللي انت عايزاها. سبق قدمنا قبل كده البطاطا بالكريم كراميل وحطيتها في قوالب الكب كيك، المرة دي حبيت اغير واحطها في القوالب اللي انتوا شايفينها دي. جبتهم الاول وحطيت فيهم صوص الكراميل اهو زي ما انت شايفه. جبت ريت لبن، جبت البطاطا غسلتها كويس وقشرت وهتقشريها، ومعاها كيس علبه الكريم كراميل الجاهزه اللي انتوا عارفينها، وجوا العلبه طبعا بيبقى فيه صوص كريم كراميل. هو سهل، احنا عملناه قبل كده على القناه كذا مره. هنجيب البطاطا بعد ما نقشرها ونقطعها، هنحطها في شوية مية ونعملها على البوتاجاز نسلقها لغاية ما تستوى معانا. هنغطي عليها ونسيبها تستوى، وبعدين هنهرسها خالص عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هجيب القوالب بتاعة القوالب اللي انا هحط فيها العادية دي، واحط فيها، عايزه تعملي في صواني صغيره، عايزه تعملي في حاجه عاديه، الحجم اللي انت عايزه تعملي فيه حط فيه. هوزع الكيس الصغير اللي انتوا شايفينه على القالبين واسيبهم على جنب، واجيب بعد كده ابدا بقى في الوصفه بتاعتنا. بعد البطاطا بتاعتك طبعا ما بتستحملش البطاطا زيها زي البطاطس والكوسة، بعد ما بتستوى بتهرسيها بأي حاجة زي ما احنا شايفين، بتبقى لينة بتتهرس بسرعة. احط عليها الحليب بتاعنا، وحط الكمية اللي انت عايزاها من الحليب. طبعا هي لو حطينا الريتل بتاخد الريتل كله، لان انتوا عارفين الحاجات دي بتشرب. واضربها في الخلاط ده كله عشان انا عايزه كل المكونات دي تتجانس مع بعض، بدل ما اقعد اقلب، لا هضربها في الخلاط، هتديني هتبقى كريميه وجميله. هروح على الخلاط واضربها عشان الصوت مش هبينها قدامكم، صوت الخلاط، وارجع تاني على البوتاجاز. شايفين اتجانست كلها، الخلاط ضرب كل المكونات مع بعض. احطها بقى مع الحليب، تفضل زي ما انتوا شايفين بتدي مع نفسها، وانزل بالصوص البودرة، قصدي البودرة بتاعة الكريم كراميل اللي موجودة عندي في العلبة، احطها مع المكونات زي ما احنا شايفين اهو، واقلبها برضو واسيبها تاخد نفس الطعم وتغلي كده معاها. ومش هحط القوام ده، هو سخن خالص على الكريم كراميل او القوالب اللي انا مجهزاها وجواها صوص الكريم كراميل. هستنى لما تستهدى شوية وغطى عليها عشان ما تعمليش طبقة من فوق، تستهدى واحس ان هي بقت قريبه ودفيانه مش سخنه قوي. طبعا انا ما حطيتش سكر، في ناس بتحط سكر، بس هي صدقوني البطاطا كانت معسله لان بقى فيها سكر، وكمان الكريم كراميل اصلا بقى جواه سكر فما حطيتش سكر. في ناس ممكن تزود السكر عادي، يرجع لكل واحد
بيحب السكر بتاعه ايه، عالي او قليل، بس هي كانت عالية رغم ان هي ما تحطش فيها سكر. زي ما احنا شايفين القوام اللي انا عايزاه وصلت له بعد ما سبتها على البوتاجاز شوية، خدت مع الكريم كراميل والحليب غلت معاهم، شايفين هسيبها تستهدى وبعدين اروح احطها في القوالب اللي انا مجهزاها وحاطه فيها صوص الكراميل. هسيب لكم في صندوق الوصف الطريقة بتاعة الكريم كراميل بالبطاطا اللي انا عملتها قبل كده على القناة في قوالب الكب كيك، يعني ممكن تستخدم قوالب الكب كيك، عطيلها شكل جميل جدا برضو في الفيديو اللي عندي على القناة. هتستهدى واروح احطها في القوالب بتاعتنا اللي انا مجهزاها وفيها الكريم كراميل، هتديني شكل جمال جدا والطعم احلى، وبتاخد حجم وشكل القالب اللي انا حاطاه فيه. وهدخلها التلاجة لان اصلا هي دافيانه مش سخنه قوي، هسيبها تستريح في التلاجة، هتديكي منظر جمالي في منتهى الجمال، والطعم طبعا مش هقول لكم عليه لان فعلا والله طعمها كان في منتهى الجمال. تغيير في البطاطا، بدل ما بناكلها بالطريقة العادية عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسينيش في اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو ووصله لاكبر عدد من الناس. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم وبتمنى لكم الخير دايما. ياريت ما تنسوش قناتي على اليوتيوب منوعات دودو ابراهيم، والتيك توك والانستجرام والتويتر والفيسبوك منوعات دودو ابراهيم. بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة، ويا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.